عم ساوي رجيم، بس إجا عبالي الخبز، المعجنات. ما رح أقدر أحرم حالي، صحيح عم ساوي رجيم وأكيد بلاقي الحل. اكتشفوا معي إني أكلت اللي بدي إياه وكيف حافظت على الوزن. Let's go. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، عم نتابع سلسلة فيديوهات خفض الوزن بدون رجيم. يلي عم بيتابعني أول مرة، معكم لبينة رحي، حاصلة على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية. عم بنقلكم تجربتي بإخفاض وزني بشكل بطيء، بحيث لا يؤثر على بشرتي ولا على جسمي، ما يترهل. حابين تتابعوا الموضوع؟ أهلا وسهلا. فقت الصباح وأنا عم بتخيل حالي إني عم باكل سندويشة، يعني عبالي الخبز. بكل بساطة نقيت اليوم وجبتي يكون فيها خبز مع اللبن. اللبن اخترته بنكهة الفواكه وموجود فيه قطع الفواكه. الخبز مثل ما كون شايفين قطعة صغيرة، لكن صحيح هي ناشفة، لكن فيها سعرات حرارية لأنه كلها كربوهيدرات، 81 سعرة حرارية. أما اللبن المنكه بيحتوي على الفواكه، وأكيد أنا بشك أنه يكون فيه مضاف السكر، بس أنا عبالي السكر، لهيك أخذت بدال العلبة علبتين. بس تكون ديروا بالكم أنا قادرة اليوم أتحكم بوجبتي، فلهيك أخذت تنتين، لأنه كل علبة فيها 126 سعرة حرارية. ومثل ما لاحظتوا انه فطوري اليوم بيختلف عن فطوري مبارح، بس انا ما حرمت حالي، عم حاول نوع بالوجبات حتى احصل على كافة المواد الغذائية واللي متوفر عندي بالبيت. يعني احتمال يكون عندك انت من اللبن العادي الطبيعي اللي هيدا ما بيكون فيه سكر وبيكون اخف بالسعرات الحرارية. النقطة اللي حابة اضيفها هي نصيحتي اليوم، شرب لتر ونص من الماء على الأقل، وما نحسب القهوة أنه نحن شربنا اليوم قهوة، أخذنا لبن أنه هي سوائل، لا، شرب لتر ونص من الماء على الأقل، ولما بيوصل على اللترين بيكون أفضل بكتير. والمكون الأخير بفطوري كوب القهوة. كوب القهوة تقريبا بيجي شي 150 ميلي. أنا بشرب القهوة بدون سكر. بهاي الحالة أنا بكون محافظة على وزني لأنه بدون سكر. وهيدي نصيحة تانية، نحاول نشرب المشروبات الخالية من السكر. بيكون مجموع السعرات الحرارية لوجبة الفطور 207، ومثل ما كنتم ملاحظين هي أكثر من وجبتي مبارحة اللي كانت 131 سعرة حرارية. اليوم مثل أي بيت انشغلت وما قدرت أطبخ، فاعتمدنا على وجبة جاهزة. جبنا فروج بروستد مع البطاطا المقلية، ومثل ما بتعرفوا البطاطا المقلية بتكون نص مقلية ومتلجة، يعني هي ما صحية أبدا، بس الواحد بيضطر أحيانا ياخدها. سويت هيك صحن سلطة صغير بالبيت من الخضروات اللي موجودة. بقصد بحديثي إنه أنا ماني حارمة حالي من الأكل الجاهز، بقدر باخد وجبتي، لكن بتحكم بكمية الوجبة اللي أنا باخدها. يعني صحيح نحن بنقول أكل السوق ما بنقدر نحن نعتمد عليه لأنه فاست فود وفي زيوت كتيرة، كله هيدا الحكي صح، بس الواحد بيكون مارق وبيشتهي، وأنا هيك صار فيني، ورح نشوف هيدا قدي فيها سعرات حرارية. كوب من السلطة الخضراء، أوراق خضراء وبندورة، تحتوي على 28 سعرة حرارية. كتروا السلطات، وأنا كترت أتهدول مرة تانية. برجع بقلكم نحنا نختار الأكل اللي بيكون فيه قليل الدهون، وصدر الدجاج هو أقل دهون من كل أجزاء الفروج.
يحتوي قطعة السطر الميتاغرام على 223 سعرة حرارية. لو كان سطر الدجاج مشوي بيكون أقل من هيك بكتير. هون منجي على أخطر مكون بالوجبة، البطاطا المقلية. 100 جرام بتحتوي على 324 سعرة حرارية، والقيمة الغذائية كتير منخفضة، والسعرات الحرارية مرتفعة، والزيوت مرتفعة، والكربوهيدرات مرتفعة. لكن الواحد بيشتهي، وأنا ما حرمت حالي، أخذت 100 جرام وقلت يلا، لأنه بتسمح لي اليوم سعراتي الحرارية، دلل حالي. رح نجمع سعرات الحرارية لوجبة الغداء، وبحسبة صغيرة رح يطلع معنا أنه 575 سعرة حرارية لهالوجبة الصيفة. لكن إذا حبينا نقارنها مع وجبة مبارحة، كانت وجبة مبارحة دمار حقيقي، بس أنا زبطت حالي. أنتو شو رأيكم؟ واو! وصار وقت العصرونية، وأكيد صحن فواكه مرتب، ما في أحلى من هيك. كان عندي حبة بابايا، جبتها ساويتها. بس بهالمناسبة حابة لكم أسرار خطيرة عن البابايا، بتساعد على ضبط مستوى السكر بالدم، أيضا الكوليسترول، تعمل على وقاية العين من عدة أمراض، تقلل من خطر الإصابة بالربو، أيضا تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، تقوي العظام لأنه غنية فيتامين كي، وبتحسن من امتصاص الكالسيوم. هيدي النبتة اللي ريحتها بشعة بس طعمتها طيبة إذا كانت مستوية. لحظة، أهم فائدة إنه كل هالحبة اللي بيجي وزنها كيلو تقريباً فيها 60 سعرة حرارية فقط. يعني تخيلوا تاكلوها وجبة بتأدي 3 أشخاص وما فيها سعرات حرارية، لأنه كلها مي، ما فيها كربوهيدرات ولا فيها بروتينات، كلها فيتامينات ومي. وصلنا لنهاية اليوم، وبدنا نعرف قديه استهلكنا سعراتنا الحرارية. مثل ما خبرتكم، الجسم العادي الطبيعي حتى يحافظ على وزنه ويخفض الوزن شوي صغيرة مو سريع، أنا ضد خفض الوزن السريع، لأنه مثل ما اكتسبنا الوزن ببطء لازم ننساه ببطء، لازم نخسره ببطء، ما نكون قاسيين على جسمنا. 1500 ناقص وجبة الفطور 207 ناقص وجبة الغداء 575، وأنا اعتبرت حالي لأني أكلت كتير 60 سعرة حرارية، بيبقى معي 658 سعرة حرارية. وحتى كافئ حالي لأنه عندي سعرات حرارية بهيدا اليوم، صدق 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 أخذت قطعة جاتو، بس ما رح قلكم لأنه لسه معي سعرات حرارية هيدا اليوم. مبسوطة لأني اليوم دللت حالي وأكلت كل شي بدي إياه، ومع ذلك محافظة على السعرات الحرارية. أصدقائي، وصلنا نهاية الفيديو، بتمنى أكون قدمت معلومات حلوة ومفيدة، وإن شاء الله يا رب توصل أفكاري للكل، لأنه لازم نحافظ على جسمنا. بالنهاية بدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد، وحتى تكبر عائلتنا شاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعمل فائدة على الجميع. تابعوا فيديوهات القناة المنوعة، ورح حط لكم بصندوق الوصف مجموعة من المقالات اللي كاتبتها، وإن شاء الله يا رب بتنال إعجابكم. نلتقى بتحدي اليوم الثالث، محبتي.